الحديث حول الموضوع السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ ياسر الفرحان. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية أستاذ ياسر. يعني تقرير في صحيفة واشنطن بوست جاء فيه بأن أمريكا تمنع دول عربية من إعادة علاقاتها مع نظام الأسد، من هي هذه الدول برأيك؟ مساء الخير وتحياتي لك والسادة المشاهدين. تعلم بأن بعض الدول بدأت تفكر بإعادة العلاقات مع النظام، لكن شهدنا خلال الفترة الماضية بأن هناك تراجعا في هذا الملف، في هذه الإجراءات التي كانت تريد أن تقوم بها تنفذها لإعادة التطبيع أو لإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وغير ذلك. يعني شهدنا أيضا أن هذه الدول تحديدا لديها ترددا في هذه الإجراءات. خلال الفترة الماضية الكل يعلم بأنه الإمارات العربية فتحت قنصليتها في دمشق لكنها لم تعين سفيرا فيها، فتحت السفارة في دمشق لكن عينت نائب قائم بالأعمال، يعني وهو مستوى متدني في العرف الدبلوماسي، ثم بعد ذلك في اليوم التالي قامت بسحبه. وأيضا شهدنا بأنه يعني كان هناك أخبار يتم تداولها ب تسيير رحلات الخطوط الجوية ما بين دمشق وتلك العواصم، لكن يعني هناك تراجعا أو ترددا في هذا الإجراء. الجميع يعني بات يدرك بأنه بشار الأسد لا يمكن إعادة تأهيله وإنتاجه، هناك رفض عام من الشعب السوري، وهناك أيضا إصرارا دوليا على ذات المواقف بأنه بشار الأسد مجرم حرب وبالتالي هو يحاصر بالمحاكم الدولية، ومن غير المقبول أطلاقا تطوير العلاقات معه بهذا الاتجاه. أيضا في جامعة الدول العربية يعني الكل يعني سمع خلال الفترة الماضية أن هناك طلبا قدم من دولة مصر العربية لإعادة مقعد سوريا للنظام، و ثم بعد ذلك الان كل يعني التسريبات تشير الى ان مصر تدرس سحب هذا الطلب الذي قدمته لجامعه الدول العربيه. وشهدنا ايضا بانه اكثر من تصريح لاكثر من دوله تؤكد بان لا تطور في الوضع السوري يستدعي او يبرر اعاده النظام لجامعه الدول العربيه. بالحديث عن ان ترامب هو الذي هدد بفرض عقوبات على الدول العربيه التي ربما أرادت أن تفتح سفاراتها في دمشق، لكن النقطة ما الذي يريده ترامب من فرض العقوبات أو التهديد بهذه العقوبات على هذه الدول في حال أرادت أن تفتح سفاراتها في دمشق مع غياب موقف أوروبي حول ما قام به ترامب؟ يعني قضية إعادة الأعمار مهمة جدا في السياسة الأمريكية، وترامب يعني ينظر إلى هذا الجانب بجدية، هو يهتم بهذا الجانب من جهة، ومن جهة أخرى يعني أيضا يعني لم يتوصل مع روسيا إلى تفاهم أو اتفاق على إنهاء الملف السوري، وهذا يستدعي أن لا يقبل بالسماح للنظام بأن يفرض هيمنته سواء سياسيا بهذه الإجراءات التي يستعيدها مع الأطراف الدولية أو على الأرض يعني يحقق مزيد من التقدم على حساب ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب السوري. نعم، في سياق الأنباء تحدثت الأنباء عن أن الاتحاد الأوروبي فرض يعني عقوبات على 7 وزراء من النظام على القائمة السوداء ووضعهم على القائمة السوداء، إلى أي مدى ترى توافق السياسة الأوروبية مع الأمريكية في سوريا؟ النظام يحاصر اقتصاديا وأيضا يحاصر حقوقيا، يعني العدالة الدولية تلف حبالها الآن حول رقاب عديد من شخصيات النظام وتضيق الحلقة عليهم، وهذا أيضا يؤكد بأن النظام الذي يحاول أن يروج إعادة تأهيله أو إنتاجه يحاول أن يفرض حصار على المعتقلين في السجون. نجد بأنه المعتقلين الآن من يحاصرون النظام في عدد من المحاكم الدولية، وأيضا قرارات العقوبات التي باتت شخصية. يهمنا أن هذه العقوبات هذه المرة وفي المرات السابقة باتت تنحى منحى شخصي، لأن رموز وشخصيات النظام باتوا مطلوبين للعدالة الدولية، وبالتالي هذا أيضا يشكل يعني جانب مهم جدا
بحيث لا تضيع حقوق الضحايا، وبحيث تكون العقوبة شخصية، وبذلك تكون الرادع للاستمرار وارتكاب مزيد من الجرائم. نعم، الأستاذ ياسر الفرحان عضو الائتلاف السوري المعارض كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.